السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل فاميلي بالشكل دوت؟ بسيطة، كل اللي هنعمله ان انا هقول له انا عايز اعمل نيو فاميلي، فبيجيب لي فاميلي تمبليت. فانا هختار دلوقتي جنريك موديل بس فيس بيست، وهبدأ اعمل ريفرنس بلان عشان تساعدني في الشغل بتاعي، وهبدأ أعمل ناحية تانية برضو. وبعد كده هحط دايمنشن عشان أقدر أتحكم في المقاس بتاعه، وده عشان أخليه إيكوال، وأعمل ده بارامتر عشان برضه أتحكم في المقاس. فممكن أجي هنا وأقول له خلي دوت الاكس وخلي نوعه انستنس على اساس يتغير من واحد لواحد، ما يبقوش كلهم قد بعض. طيب لو انت عايزهم كلهم قد بعض، وبعد كده اجي هنا اقول له انا عايز ارسم فويد بالشكل دوت، واقول له ايه ال تاني. وبعد كده هروح لأي اليفيشن فيهم، الأربعة ينفعوا، وأقول له ارسم لي ريفرنس لاين من هنا لهنا. بعد كده AL بالشكل دوت، تمام. بعد كده أقول له اعمل لي قط من الشكل دوت للشكل ده، فده أصبح اوبننج. أقول له بعد كده حمله للمشروع نو، بيقول عايز تسيفه بره في ملف مستقل، قلت له لا. دي فاميلي جديده، تمام. فهقول له انا عايز اشوفها في 3D فاميلي 3 بالشكل دوت. تقدر تعمل لها اري كوبي زي ما انت عايز، تقدر تاخدها كده كوبي وتقدر تعمل عليه سيلكت وتتحكم في المقاس بتاعها لو انت عايز.